السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بسم الله مجراها ومرساها، نفتتح اشغال هذا اليوم التواصلي الوطني في دورته الثانيه. بدايه نود ان نرحب بالضيوف الاعزاء، السيد المحترم وزير الفلاحه والصيد البحري والتنميه القرويه والمياه والغابات، والساده يعني الكاتب العام للوزاره وكذا المدير العام للمكتب الوطني للسلامه الصحيه، والسيد رئيس جامعه الغرف الفلاحيه، والسيد المدير العام للمكتب الوطني للاستشاره الفلاحيه، واللائحه طويله واسمحوا لي اذا لم اذكر احد الاسماء، لكن مرحبا بالجميع في هذا اللقاء. يوم الجمعية الوطنية لحماية النباتات وموزعي وبائعي المبيدات والأدوية تاع الوقاية ديال النباتات نظموه اليوم تحسيسي في النسخة ديالو يعني الثانية. هو لقاء جد مهم اللي فيه يعني الإدارة من جهة وفيه المهنيين والمستعملين كذلك للأدوية لوقاية النباتات، فموضوع بالغ الأهمية لأنه أولا الوقاية واستعمال المواد لابد منها، ولكن خشى تكون بواحد الطريقة اللي هي معقلنة وعقلانية، والتوزيع والبيع نتاع المواد هو واحد الجانب جد مهم اللي كنركزوا عليه لأجل التحكم في استعمال الأدوية اللي هي مناسبة وبالطريقة اللي هي مناسبة. وكاين جانب ديال التحسيس ديال المستعملين كذلك فيما يخص يعني الفلاحة والتقنيين، اللي جانب مهم جدا واللي فيه برنامج ديال التحسيس وديال التكوين مهم. فالجانب التنظيمي هو اللي كنأكدوا عليه واللي غادي تكون فيه شراكة مع المهنيين ومع الجمعية باش نحاربوا يعني هذا الشيء العشوائي اللي كيكون على الصعيد يعني الأسواق المحلية واللي كيضر يعني بصحة النباتات وبالتالي صحة يعني المستهلكين. فقطاع مهم جدا وبرامج اللي غادي تكون إن شاء الله في المستقبل واعدة بالشراكة مع المهنيين والإدماج ديالهم في إطار استراتيجية الجيل الأخضر اللي كتحث على يعني استعمال المكافحة المندمجة واللي فيها عدة عوامل واللي هي بيولوجية عوامل تقنيات فلاحية عاد كيجي العامل ديال استعمال يعني المبيدات. هذا النشاط هو ليس بنشاط ولكن هو كما كنقولوا سنه ارتعت الجمعيه ان تنظمه من كل سنه، وكان اللقاء التواصلي الاول سنه 2022 13/11. اليوم وهذا اللقاء كانت تم تاجيل ديالو لعده مرات، ارتعينا ان يكون هذا التتويج ديالو تحت رعايه وزاره الفلاحه والصيد البحري والتنميه القرويه والمياه والغابات، ودائما الشريك ديالنا استراتيجي اللي هو المكتب الوطني للسلامه الصحيه والمنتجات الغذائيه. حنا ما يمكنش نمشيو بلا بيه، هو ما يمكنش يمشي بلا بينا حنا كجمعيات. هذه باش نكون واضحين، هنا كما كتقول كنلعبوا واحد الدور بعدا. كاين اول حاجه اللي كنجمعوا ما بين هاد لي روفوندور ديال المغرب كيتعرفوا بعضياتهم، كاين اللي كينهار كيعرف انسان وما كيعرفوش. هذا الملتقى الوطني التواصلي هو ملتقى لتبادل الخبرات والتجارب بينهم وشنو واقع في السوق، ولقاء ما بين المستوردين والمصنعين وما بين الموزعين. وكاينه بعض الامور اللي هي غادي نناقشوها دابا، اللي غندخلوا دابا غتم المناقشه غيتفتح نقاش حول واحد القانون اللي كان هو القانون 34/18 المتعلق بمنتجات حمايه النباتات، وكاين واحد القانون ديال 53/18 المتعلق بالاسمده والدعائم للنباتات.
كاين بعض البنود اللي حنا كنشوفوها بان خاصها يتم التعديلات ديالها، وفيما يتعلق البند 79 80 81 الخاص بالمخالفات والعقوبات، وكاين الماده 2 اللي ما كيسمحش الروفوندور يبيع الروفوندور، وكاين واحد الماده اللي كنحملوا الشركات في اطار المواد المنتهيه الصلاحيه بان هي اللي تسحبها من السوق، لان الروفوندور ما عندوش الامكانيات باش يخلص باش تليكيدا ديك المواد. كما كنديروا بحال الشركات اللي كتعرفوا دانون هذه بلا ملي ما نذكرش التسميات، مواد غذائيه، ملي كيكون واحد الماده اللي هي منتهيه الصلاحيه كتجي الشركه كتعوضها بماده فعاله والتاريخ ديالها صالح لهذاك، لان هذا الشيء اللي كيهم كله هو المهم ديالنا هو الصحه ديال الانسان والصحه ديال الحيوان والبيئه، لان باش كنقول بنعيش واحد البيئه سليمه، لان هذا السيد اللي كيبيع الدواء راه حتى هو رب اسره، راه مهما ديك المواد اللي كداوى راه حتى هو كياكل تفاح كياكل مطيشه كياكل هذه، انا حنا ما يمكنش لان حنا بغينا نحيدوا ديك المفعول بان راه كيمون الدواء، لا هادو سيتان فارماسيان، غير كاين الفارماسيان اللي مع الطبيب كيعطيك الروشيطة الطبيب، هادو فارماسيان اللي كيعطيك الروشيطة هو المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، هذا هو ما نسعى إليه، هو تنظيم وتقنين القطاع ومحاربة الفوضى والتزوير والغش، وشكرا لكم. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تيفي وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، وزيارة موقعنا www.masinktv.ma.